المغاربه 40 يوم ديال شعبان ما كيشربوش الشراب، رمضان ما كيشربوش، ولكن في ما كيوليو حتى العيد ما تشربش في رمضان. لا لا واش خاصك بلا رمضان؟ حلال. دونك يمكن واحد يشرب بلا رمضان؟ يمكن يشرب بلا رمضان. الخمر. الخمر الخمر الدرجه العربيه. الخمر. دونك هما واحد كيصبر شهرين و10 ايام هاك يقول لك حتى العيد صافي حتى الصبر زعما كاين. دونك هذيك راه الفرحه بيان سي غير يشرب ديك الليله، راه هو مختار غير يمشي يشرب. هو مخاص غير يمشي يشرب. فهمتي؟ دونك الشراب اللي ولا دابا حتى هو عادي. نورا عادي. هو في رمضان ها هو صايم ما يشرب ما والو. ولا في العيد داك الشيء هو الاول، اول حاجه خاص اول حاجه يفسد وثاني حاجه هو الشراب. هذا يعتبر عدم ايمان في المسلمين، اسلام بالاسم زي ما يقول محمد عبده لما زار اوروبا قال وجدت الاسلام ولم اجد المسلمين، وجدت ديار المسلمين وجدت المسلمين ولم اجد الاسلام. هذه الاجابه من المختصر. في رمضان دابا الشرب كان كيقطعوا 40 يوم قبل، وكان كيما قلتي كاين اللي تلعي كاين السمان فوق العيد على حسب كل واحد و اختيارات شخصية. ايوا كل واحد والراية ديالو، كان اللي تلا عيد كان ثاني عيد كان على حساب، كان اللي قطعوا ثاني 15 يوم ولا 20 يوم ثاني فوق العيد، كل واحد والراية ديالو. هذا الشيء البليه كل واحد اللي عفوا على الجميع. لو جاهل. جاهل لان الدين ما فيهش وقتاش كيبدا وقتاش كيدا. كنعبد الله كنعبدو العام كامل. ما كنعبدش الله ما كنعبدوش الله. ما كنلعبش تحريميات مع الله. لا اله الا محمد رسول الله وانت ناعس انت فايق. تشرب الشرب ما تشربش ما تشربش. النبي عليه السلام كنت كن مع نفسك واضح، بغيتي تشرب الطريق، ما بغيتيش تشرب علاش ما بغيتيش تشرب؟ الدين ديالك قوم به. الناس غلطين 100%. لان الدين ماشي هو هذا الدين، راه من غير رمضان ومن غير اربعة شهور. دابا كاين اللي كيقول دخل رجب شعبان رمضان شوال ويسكر ويدير اللي بغى في الشهور الاخرين، الوغ كو سي با ماشي هو هذا الدين. اللي قرينا في الجورنال قال لك 88% ديال الشرب ديال الخمر في لابراسري دي ماروك كيتكونسوما هنا، ما تيحتاجوش وما يصدروه. كنتي قريناها في الجورنالات 88%. ماشي أغلبية كلشي تيشرب. ماشي الأغلبية. كاين اللي تيعفو عليه الله، كاين اللي تيبقى واحد المدة باش يشرب على حسب. على حسب العقلية ديال الإنسان، ماشي كلشي بحال بحال. قلبا على حسب نقدر ما نشربش أنايا على مدة أنايا كاع. ماشي ما عنديش أنا يشرب في الشراب. ماشي عادي. ماشي لا بد من الشراب، لا بد منه، لا ما كاينش تقريبا. اش غادي نقول لك؟ ولا راس العام شي سيمانه تقريبا صافي اخر مره شربت هي هذيك. تتبقى من اعمال الشيطان تيلعب على العقليه ديال الانسان، الانسان تيكونش كامل. هذه اللي غادي نقدر نقول لك انايا.